بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. وقفات مع آيات الصيام. الدرس 12. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل. إخراج جمعان الجمعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه اللقاءات في وقفات مع آيات الصيام، والتي تجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان يحفظه الله، ومرحبا بفضيلته وأهلا وسهلا به. حياكم الله وبارك فيكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا يزال الحديث والوقفات مع قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الآية، وقد تحدث فضيلة الشيخ في الحلقات الماضية عن أداب الدعاء وبعض من أحكامه، وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نستكمل بعضا من هذه الأحكام. فضيلة الشيخ، ما الأفضل، الدعاء في الصلاة أم بعدها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن الدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة، لأن الدعاء، هذه قاعدة، الدعاء في داخل العبادة أفضل من الدعاء في خارج العبادة، لأن المصلي قائم بين يدي ربه عز وجل يناجيه ويخاطبه، و يقف بين يديه ويركع ويسجد، فهو أقرب إلى الإجابة مما لو دعا خارج الصلاة. نعم. هل هناك فرق يا شيخ في بين الفرض والنفل في هذا؟ لا فرق بين الفرض والنفل. الدعاء في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا أفضل من الدعاء خارج الصلاة. نعم. البعض طرح سؤالا حول الدعاء في أثناء السجود في الفرض، وأنه يقتصر على ما ورد في ذلك، فهل هذا صحيح يا شيخ؟ هذا ما هو بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء في السجود وأطلق، قال: وأما السجود فأكثروا فعظموا فيه الرب، وفي حديث آخر: أكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم. وحوائج الناس تختلف، كل يدعو بما يحتاج إليه من أمور دينه ودنياه، ولا يضيق على الناس بدون دليل. نعم. الحمد لله. نعم. ما المواضع يا شيخ التي له أن يدعو فيها خارج ما هو وارد من ألفاظ الصلاة؟ نعم. أقول: ما هي المواضع يا شيخ التي للمصلي أن يدعو فيها؟ يدعو، كل الصلاة دعاء. الصلاة نعم. في الحقيقة كلها دعاء. نعم. ولذلك الصلاة في اللغة هي الدعاء. لا. وسميت الصلاة وهي العبادة المعروفة بالدعاء لأنها كلها دعاء لله عز وجل. فيدعو لا سيما في الركوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي، بعدما نزل عليه قوله تعالى: سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكذلك في السجود، وهذا أحرى ما يكون، كذلك في القنوت يدعو الله سبحانه وتعالى، وكذلك في صلاة النافلة إذا مر في قراءته بآية رحمة فإنه يقف ويسأل الله من فضله، وإذا مر بآية وعيد فإنه يقف ويستعيذ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في صلاة الليل. نعم. في الجلسة بين السجدتين شيء، هذا محدد. نعم. في قوله: رب اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. نعم. وفي ختام الصلاة قبيل السلام بعد التحية، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من أربع، إذا فرغ من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال،
اللهم إني أعوذ بك من الماثم والمغرم، ويدعو بما تيسر له من أنواع الأدعية الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قول بعض الداعين فضيلة الشيخ: اللهم إنا نسألك بفقرنا إليك وغناك عنا وأشباهه، هذا من التوسل. هذا من التوسل إلى الله سبحانه وتعالى. توسل إلى الله المشروع ينقسم إلى أقسام. الأول التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، وهكذا. هذا التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وكذلك التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. توسل إلى الله بالأعمال الصالحة، كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار ولم يستطيعوا الخروج، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. أحدهم توسل إلى الله ببره لوالديه، والآخر توسل إلى الله بحفظه للأمانة، والثالث توسل إلى الله بعفته عن الحرام وعن الزنا ففرج الله عنهم. وكذلك من أنواع التوسل المشروع التوسل بالفقر والفاقة والحاجة، فإن هذا من أنواع التوسل المشروع، كما قال أيوب عليه السلام: مسني الضر، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توسل إلى الله بشيئين: بضره وحالته وبؤسه، وتوسل بأسماء الله وصفاته: وأنت أرحم الراحمين. أي توسل إلى الله بحالته وفقره وفاقته وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك التوسل إلى الله بدعاء الصالحين، بأن تطلب من عبد صالح حي حاضر عندك، تطلب منه أن يدعو لك، فهذا أيضا من أنواع التوسل المشروع، كما توسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، وقال: قم يا عباس فادعو، لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم من قرابة الرسول، فهو حري أن يستجاب له. التوسل إلى الله بالطلب من العبد الصالح أن يدعو لك، هذا أيضا من التوسل المشروع. نعم. قولهم فضيلة الشيخ: اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا فلان، وقد يكون هذا بعيدا غائبا وقد يكون ميتا، هذا من التوسل الممنوع. هذا النوع الثاني من أنواع التوسل، هو التوسل الممنوع. نعم. توسل بجاه أحد، لا الأنبياء ولا غيرهم، لا يتوسل إلى الله بجاه أحد، لأن هذا شيء لم يرد. وأما ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: توسلوا إلى الله بجاهي، هذا حديث باطل لا أصل له، وليس موجودا في كتب السنة المعتمدة. كذلك التوسل بذوات الصالحين وبأعمال الصالحين ومنزلتهم عند الله، هذا أيضا توسل ممنوع، لأن أعمال الصالحين لهم وليست لك حتى تدعو الله بها، إنما تدعو الله بأعمالك، تتوسل إلى الله بأعمالك، ولا تتوسل إلى الله بأعمال غيرك. قال جل وعلا: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وليس لك علاقة بأعمال الناس وصلاح الناس فتتوسل إلى الله بصلاح فلان وبالولي الفلاني وبمنزلته عند الله، كل هذا من الباطل والدعاء المبتدع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبعلمكم، نسأل الله تبارك وتعالى يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور الشيخ
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله لفضيلته وجزاه عنا خيرا. وإلى أن نلقاكم مستمعين الكرام في لقاء مقبل، هذه تحية من زميلي مشعل الدهيش الذي سجلها لكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.